السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله الجميع يكون بخير. من يومين وصلني فيديو مدته تقريبا دقيقتين. الفيديو لراجل عراقي عايش في أمريكا. لو قلت لكم الفيديو ده أثر فيا إزاي أو حسيت إيه وأنا بشوفه، يعني حاجة كده لا كنت متخيلها تحصل بالسرعة دي ولا بالطريقة دي. شوفوا أنا بتكلم بقالي قد إيه في القناة على المثلية، وده يعرفه المشتركين الأكارم من حوالي سنة. دايما بذكر كتير وسط مواضيعي الكارثة اللي بقينا فيها لحد ما زهقت أنا من نفسي. بس الوضع مخيف، يعني مخيف لدرجة إن ساعات الواحد فعلا بيتمنى حرب عالمية تقوم وتخلصنا من اللي إحنا فيه، واللي يموت يرتاح إن شاء الله ويدخل الجنة، واللي يعيش يعيش على نظافة ويطمن ويقدر حتى يربي ولاده. الفيديو اللي هنشوفه سوا النهاردة ممكن حد يفرح ويقولك كويس خلينا نخلص، بس انت كمسلم عاوز الناس دي تدخل في رحمة ربنا، واحنا مش كارهين الشعوب دي لا امريكا ولا غيرها. المهم نروح للفيديو علشان نعرف امريكا العظمى وقائدة العالم بقيادة الرئيس الفذ جو بايدن وصلها لفين. لكن قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. المناسبات مال امريكا صارت كلها قيادة، الشوارع تمشي بيها الشباب ومصاريخ وكلهم قيادة، يعني حتى تعبنا والله العظيم جزعنا. الراجل راكب عربيته بيقول لك المناسبات في امريكا كلها بقت جايات، يعني الوان كلها شباب لابسين ملابس عريانه. طبعا عملت تشويش عشان اخواتنا وامهاتنا وبناتنا اللي بيشوفونا ما ينفعش طبعا يتعرض عليهم اللي انا شفته، لان فعلا المناظر مؤذيه جدا. لكن باختصار بعضهم ماشي بملابسه الداخليه، والبعض او الاغلبيه لابسين ملابس نسائيه وعاريه كمان، وكل ولد ماشي مع واحد زي شنو من حياة هاي؟ هاي البيوت كلها قياد، هاي البيوت كلها ملونة قياد، الأعلام everywhere. هنا زي ما شفنا كده البيوت كمان متلونة بألوان الريمبو، يعني مش مكفيهم الناس، لا دي الجمادات كمان بقت ألوان. هو عاوزك تمشي وتسمع وتشوف وتصحى وتنام وتمشي في الشارع تلاقي المثلية قدام عينيك. الماسونية الشيطانية عايزة الناس تتعامل مع الموضوع ده على انه خلاص بقى أسلوب حياة. الموضوع مش احترام للآخر او تقبل للآخر زي ما بيقولوا، لا ده الموضوع فرض على الناس كلها، فرض المثلية بطريقة غريبة وسريعة مستفز. غالبا الخطط دي بتاخد عشرات السنين، لكن السرعة اللي هم ماشيين بيها بصراحة تخوف، وفعلا تحسسك ان في حاجة ممكن تحصل قريب بسبب الحالة الغريبة اللي بقينا فيها دي. يعني وشون يعني ده واحد عائلة ويريد يحافظ عليه وعائلة محترمة، شي سوى والله بالحالة هاي؟ شوف هنا الاعلام في الشوارع عامله ازاي، اعلام المثليه، يعني بيوت وشواذ واعلام في كل مكان. اللي تسوي شنو هسه احنا من وراكم؟ الشوارع صارت كلها قيادة، تفضل ما تشوف ابنه ولد يمشي تسوى بعد، انتهت، ولد ولد، حتى الهوملسية التعبان هم صار قيادة. الراجل يروح بعربيته وبعينيه يمين يلاقيهم، شمال يلاقيهم، قدام عينيه يلاقيهم، بيتكلم وهو يعني عنده حالة عصبية هيتجنن، بيقول لك مفيش خلاص ولد مع بنت، كله ولد مع ولد أو بنت مع بنت، أعوذ بالله من غضب الله. فعلا الناس أصبحت بتتمنى تشوف الحرام بسبب الحرام اللي أكبر منه، يعني بيترحم على أيام الولاد مع البنات، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بيقول لك حتى المشردين اتحولوا، وده طبعا مش كلامي، ده كلامه زي ما أنتوا سامعين، أنا بس بعيد كلامه وفي اللي فاهم لهجة إخواننا العراقيين وفي اللي مش فاهمها. كلها ولد والحل اللي نسوي شنو يعني؟ نرجع لبلداننا تلقاها بس صدريين، تيجي هنا بس قيات والحل. هنا برضو زي ما بنشوف سوا المدخل عليه الألوان، بقول لك يعني الوضع غريب ومش طبيعي، يعني مفيش شبر مفيهوش قرف زي كده. مش بعيد بكرة يلونوا الطيارات اللي في السماء بألوان المثلية، نعوذ بالله من غضب الله. استلم دمر الدنيا هذا بايدن، والله العظيم دمر الدنيا بايدن. ترام عمي اشرف منه، والله اشرف منه ترام. ترام كان ما موافق على هالطقاعة السوداء هاي، هذا السبب كرهوه وطلعوه وطردوه.
شوف هنا بيقولك ايه، وده بصراحة رأيي الشخصي من زمان اللي مش فاهم ليه ناس كتير قوي مش فاهماه، وناس من المشاهير اللي انا بحترمهم شخصيا برضو مش قادرين يفهموه. ترامب دخل رئاسة امريكا غصب عنهم وما كانش مخطط ليه انه هو اللي ينجح، لانهم دارسين بدقة مين ممكن يمسك امريكا، او بمعنى تاني مين مسموح ليه يحكم العالم عن طريق رئاسة امريكا. ولما مسك كان ضد الفكر الماسوني، طبعا انا مش بدافع عنه ولا بقول انه كويس، بس كان صريح واضح مش بيقتل القتيل ويمشي في جنازته، والاهم من كل ده انه كان ضد المثليه ورافضها تماما، وكان ضد مشاريع حتى الفضاء المزعومه اللي بيضحكوا بيها على البشر الساذج وبياخدوا مليارات للتمويل عليها من ضرائب الامريكان ومن خيرات الشعوب اللي في العالم كله. حتى مؤتمرات المناخ كان ضدها وما كانش مقتنع بيها وفاهم انها خطط ماسونيه. انما بايدن القائد الفذ مناصر المثليه الاكبر في العالم اللي بقى بيحارب ويعادي ويفرض عقوبات على كل من يرفض المثلية في الدنيا كلها، في نظر ناس كتير راجل كويس وأفضل من ترامب كمان. هاي بنية تمشوا بنية ولد يمشوا ولد، بعد ماكو ولد وبنية شوفهم يمشون سوا. هاي شوف طرقعت السود الله أكبر، تريد لك بنية وياهم ماكو، كلها ولد. لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل هيتجنن فعلا. بيقولك بنت مع بنت وولد مع ولد، ما بقاش فيه الغلط الطبيعي واللي الناس حتى تعودت عليه، ما فيش ولد ويا بنت، خلاص دي موضة وانتهت. واحد له مي يلا والحد شنها اللعبة، أنا بس راح أزوع والله العظيم راح أزوع. نعلى على والديكم حتى كرهتونا، واحد ظلمة ما يطلع عائلته برا من وراكم. اللقطة دي بقى كارثة والله، تشيب الأطفال حاجة كده بالظبط زي ما وصف الراجل العراقي الطيب ده. خلاص أعصابه فلتت ومبقاش عارف يقول ايه. حوالي 10 أو أكتر تقريبا لابسين ملابس المثليين وبيعدوا الطريق، طبعا الملابس اللي احنا وصفناها أول الحلقة، الواحد يعني بيستحي يكرر الكلام ده والله. بيقولك كلهم ولاد ذكور طبعا، ما ينفعش طبعا نقول عليهم رجال وده طبيعي، وبيضايقنا احنا وبيضايقهم هم كمان ان احنا نوصفهم بأن هم رجالة لأن هم عارفين نفسهم. بس بالشكل ده ما بقتش أقلية أو فئة قليلة، ده الوضع بقى مخيف. الحصار الرهيب ده في كل مكان، حاجة كده أشبه بالخيال زي ما احنا شايفين. الراجل محبوس هو وعيلته، ما بقاش يقدر يطلعهم، والكارثة ان المدارس كمان بقت كده، لدرجة ان بعض المدرسين والمدرسات هناك بيشجعوا الطلبة ان هم يتحولوا وما يقولوش لأهاليهم. خطط الدجال ماشية بعناية ودقة وسرعة فوق الوصف، وجنود الشيطان في كل مكان طبعا مش شغالين ببلاش، كل ده بمقابل. الكارثة بقى ان الكتب الدراسية اللي بتنشر فكر المثلية والعلاقات المحرمة شرعا والمخالفة للفطرة السليمة وصلت دولنا العربية، وللأسف الكل ساكت وعامل انه مش واخد باله. الكارثة دخلت بيوتنا بكل الطرق، وطبعا اذا كانت الدولة العظمى اللي بتحكم العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا هي الراعي الرسمي للمثلية بقيادة رئيسها الجامد قوي المصحصح والمركز واللي عمره ما وقع ولا اتزحلق ولا تاه وما بقاش عارف يروح يمين ولا شمال، فانت مستني ايه من العالم؟ اكيد هنشوف ايام اعجب من الخيال، وهنقابل بلاوي ومصايب يوميا بالشكل ده. وبصراحة بعد الفيديو اللي شفناه ده انا مش عارف ازاي في ناس لسه عايشين من المسلمين هناك، وازاي الناس بتسعى تروح لبلد زي دي الا طبعا لو مضطرين او شغلهم هناك من سنين. واكيد مش كل امريكا كده، بس اللي انا متاكد منه انه طول ما بايدن ده هو الرئيس فالوضع هيوصل لكل شارع، مش بس في امريكا، في العالم كله الا الدول الاسلامية طبعا والعربية ان شاء الله. فضل استلم استلم، شوف استلم يلا استلم. هاي ازا كم شهر طبيت فيه استلم يلا، تريد لك واحد حاطيده بيد بنية ويطوب ماكو استلم يلا استلم. هاي هاي بس بنات يلا استلم. والله الراجل ده فعلا اتجنن، الله يكون في عونه، الواحد مش عارف يضحك ولا يبكي من اللي بيشوفه. والله الله يكون في عونه، اكيد جواه نار وهو بيصور الفيديو ده. بيقول لك تريد لك واحد حاطط ايده بيد بنيه ويطق ماكو، يعني لو عايز تشوف واحد ماسك ايد بنت وماشي مش هتلاقي، ماكو مفيش. كارثه والله، والله يعينه ويعين كل اللي زيه. شوفوا وصلونا لايه الغرب المتقدم والحضاره وعصر النهضه، وصلنا فعلا اننا بنتمنى نشوف علاقه غلط لكن علاقة سوية، وده غلط طبعا، بس على الأقل أرحم من القرف والاشمئزاز اللي احنا بنشوفه ده. من فترة قريت تقرير بيتكلم عن أهم أسباب الاتجاه العالمي للمثلية، وإن أصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في العالم لقوا إن هم بتحويل العالم للمثلية هتزداد ثرواتهم أضعاف مضاعفة، لأن المتحولين دول ناس بتشتغل لكن كل العوائد المادية لشخص واحد فقط، لأنه مش بيتجوز عشان يصرف على زوجة، والمثلي أو المثلية اللي معاه هتشتغل وتصرف
هتصرف على نفسها برضه، ومش هيكون نتيجة المثلية أطفال طبعا. فبالتالي كل أرباحهم أو مرتباتهم أو العوائد اللي بيتحصلوا عليها هتتصرف على الرفاهية الشخصية من طعام وشراب ومنازل وسيارات وسفر وبراندات عالمية، وبكده أرباح الشركات هتزيد. بس ده قمة الغباء، لأنك بالطريقة دي هتوصل البشرية للدمار وهتدمر التركيبة السكانية في العالم كله، وبعد فترة هتتملى الدنيا أمراض ومش هيفضل لك غير الناس المريضة أو كبار السن اللي ما بقاش ليه نفس يشتري حاجة أصلا، وبكده تبقى قضيت على نفسك وعلى البشرية لأنك خالفت الفطرة السليمة. ده بقى كوم وعقاب رب العالمين وغضبه وانتقامه من الأفعال اللي بتغضبه، كوم تاني خالص الأرض كلها لا تتحمل. الخلاصة بقى، لو استمرت سياسة أمريكا بالنهج ده فهنا أقدر أقول لكم ألف مبروك، أمريكا إلى زوال حتمي، وبايدن هيجيب ضرفها وهيشمعها. بكده تخلص حلقتنا اليوم. ما تنسوش الاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.